الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم وتر مضى، ولقائنا في هذا اليوم مع أحد رجال غطر المعروفين من مدينة الوكرة، وهو الوالد المعروف مصطفى بن محمد بن يوسف اليوسف. مساك الله بالخير يا يبا. الله يمسيك بالخير. ايش حالك طال عمرك؟ الله يطول عمرك. بشرني عنك ربك بخير ان شاء الله. لا الحمد لله. الله يبا، نشكرك على الاستضافة واللقاء الطيب ان شاء الله اللي نطلع فيها الحين للمشاهدين. حاضرين. الله يرحم والديك. الله يوفق الجميع. يبا نبي نتكلم عن حياتك اول ما بديت. نعم طال عمرك. انا بديت صغير عند جدي، ماتت امي وانا عمري 7 سنوات. وربيت عند جدي وجدتي، قضيت عمري عندهم. وجدي رجل دين اللي هو الشيخ عبد الرحيم، ودرست عند المطوع. يبا نبي نتكلم معاك عن نشأتك، وين انولدت؟ في اي منطقه؟ انا انولدت لازم في بظروف. نعم. بيت جدي هناك بجنب بيت بالأسود، واحد من هالبظروف. إلين صار عمري تقريب 2 سنة، وانتقلت من بظروف إلى فرج الخليفات الجديد. من مواليدي بسنة كم تقريبا مرت على يعني الأول؟ هم سنة الطبعة. سنة الطبعة يعني هاي تاريخ مواليدك. إيه. يعني تقريبا نقول في سنة عام 1925 تقريبا. إيه. إيه. نعم نعم. انتقلت إلى تقول منطقة الخليفات، الخليفات اللي في الدوحة هنا، وعشت تقريبا حوالي 5 سنوات 6 سنوات مع أمي الله يرحمها، وتوفت أمي وربيت مع جدي. تعلمت القرآن، درست القرآن إلين صار عمري 7 سنين. على يد من بتذكر؟ مطوع. أنا واحد مطوعة، واحدة كانت تدرسنا حرمة تقرينا هناك، وحفظنا القرآن عندها. وكذلك بعدين ما خلص 7 سنين بعد عند خالي بعد عالم ديني بعد. وكذلك يعلمني، وكنت أنا دائما مع خالي وين ما يروح يسافر يوديني معاه. أنا عمري 8 سنين 7 سنين 8 سنين يوديني وياه، يروح البحرين يوديني وياه، يروح صوب دائما الأسفار مع خالي الله يرحمه، يوديني وين ما يروح أنا معاه. إلين صار عمري تقريبا 9 سنوات. بعد 9 سنوات سنة عقب 10 سنوات أنا رحت عند الشيخ محمد بن مانع أدرس. أيه. العلامة الشيخ محمد بن مانع، كنت أدرس عنده في مذهب الإمام بن حنبل ومبادئ النحو. نعم. عنده في هاي في المدرسة الأثرية نقول في بيته، البيت اللي ساكن فيه اللي هو المسجد اللي هو بجنب المسجد اللي هو الآن اللي في الجسرة. نعم. اللي هو بيته، هو كان هو القاضي وهو مدرس وهو اللي تذكر منهم من الناس او اللي تتلمذوا عليه اللي معاك من التلاميذ اللي درسوا معاك؟ اتكلم اذكر منهم اول شيء كان عبد الله بن زيد محمود، كان هو رجال كبير تزوج وهذا، لكن انا وياه في الحلبه في الحلقه هناك وياه في الدساس، انا كل واحد ياخذون دروسهم وحنا ناخذ دروسهم كلها في حلبه واحده. نعم. ومعانا عبد الله بن ابراهيم الانصاري. نعم. ومعانا حسن بن جابر. نعم. ولد محمد بن جابر اللي صار قاضي. نعم. معروف. وبعدين معانا الشيخ مبارك، هذا خطيب مسجد بلقبيب، الشيخ مبارك اسمه. ومعانا واحد من السلطة السليطي عبد الرحمن او ما نسيت اسمه، بعد من السلطة يدرسون ويانا. ومعانا
كثير من 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 هالقطر من بن درهم معانا مع عبد الرحمن او ابراهيم الدين والله ما ادري الاسم ما ادري لكن بن درهم معانا بن تركي درس بن تركي لا ما درس معانا لا عبد الله بن تركي ما درس معانا لا هذول احنا اللي كنا بالحلبه هناك كنا ندرس مع هاي حلقه اللي المجموعه اللي معاك اللي معي انا جلست تقريبا حوالي 5 سنوات أو 6 سنوات مع الشيخ ابن مانع تعلمت مبادئ النحو النحو هذا وادرس هذا مذهب الامام الشافعي والمالكي عند محمد بن جابر الشيخ ابو حسن بن جابر نعم. يعني تعدت في دراسه بعض المذاهب إيه؟ بس المذهب لا 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 بن حنبل لا لا المالكي والحنبلي والحنبلي يعني تثقفت من كذا مذهب إيه نعم وكنت واصل في دراستي لكن اللي خلاني اضطر اروح لان ابوي كبير في السن ولا عند وعنده اولاد صغار ولا في حد من يقوم مهام يعني اضطريت اخلي الدراسه واروح معه الوالد كان طواشي بها كان طواشي من نعم. كان من مثل ما قلت لك كان نعم. اول في التجاره وفي الطواشي ركبت معاه انت البحر مع الوالد ايه ركبت مع الوالد مع الوالد انا رحت خليت خليت الدراسه تقريبا بقى في سن حوالي 15 ورحت مع الوالد البحر نعم. طشت معاه طواشي اي كنت معاه وعندي بانوش اقول اطوش فيه بروحي بعد أيه. وهو بروحه وانا بروحي اروح ويروح امر على وسادة في الجات صغار مثلا مخشر وخشره والاشياء هذه وهو لكن شوي شوي تعلم يعني تعلمت اعتمدت على نفسك وانت صغير نفسي وانا صغير نعم. والوالد كان يدعمك بالشيء هذا يعني ما كان لا لا يقول لك لا ولا لا 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 يعني يقول لك لازم تتعلم لازم تصير انت تذكر من الطواويش الكبار اللي كان لهم ثقل في قطر هني في قطر عندنا الله يسلمك اللي هو محمد بن مانع اللي هو طواش العود اللي عنده لنج ذاك الوقت ما حد عنده لنجات غير هو وعند الشيخ حمد الله يرحمه وطواوش عندنا بن تركي عبد الله بن تركي كان يطوش بعدين عندنا الربان كان بعد يطوش وعندنا الخليفات معروف مبارك بن صالح واحمد بن صالح هذا اللي بعد يطوشون ويشتغلون في تجارة اللولو وعندنا هذول الكبار اللي معروفين عندنا في قطر نعم. فيه بعد ناصر بن عبد الله العطيل هذا عقبي نعم اذكره الله يرحمه هذا كان رجل يعني كريم كان اخوان كلهم معاه لمشى سافر عند جلبوت عوده نعم. تلقاي حوالي 6-7 قلوص وراه كله مع الاخوان وياه وعيال اخوانه بعد الصغار بعد وياه كلهم كم مرة لكن طلع الله يرحمه يعني جلبوته ما تشوفه مليانة من الذباح سودة تشوفها شقد فيه ذباح يدل على كرم الرجال يعني الله يرحمه وكان لين يطوش ما يجلس يعني هو يروح حق الغواص محل لمحل من محمل لمحمل يجيهم يتم كله واقف في القرص واقف الله. يعرفونه كلهم اهل الخشب معروف معروف ناصر معطي الله يرحمه رجل يعني ومشهود له بالكرم ايه في الكرم رجل كريم ورجل تقي ورجل دين يعني ما في حد كلش علمه علم طيب الله يرحمه الله يرحمه زين عقب ما جيت انتقلت عقب الوكره ولا ما انتقلت الوكره؟ لا لا انتقلت جيت الوكره بعد ما رجعت من السعوديه وجيت ما ما, ما لي حد هناك في الوكره نعم. جدها خلاص عقب ما انتقلت السعودية فترات رجعت جيت الوكرة لأن هي اللي جماعة أني بقين وجيت وسكنت بيت إيجار بعد ما عندي بيت الوكرة الأول لا بس أنت يوم انتقلت السعودية اشتغلت هناك ضميت في عمل معين ولا لا مثل ما قلت لك أنا اشتغلت تقريبا شيء بسيط مدة بسيطة بعدين رحت شركة ارامكو اشتغلت في شركة ارامكو حوالي شهرين بس 3 أشهر بس ورحت المشعاب واشتغلت مع ولد عمي اللي هو عبد الله الشيخ كان معاه فرحان القحطاني نعم. شريك نعم واشتغلت معاه مدة هناك حوالي 2 وشوي اعطوني سيارة لوري والاول الفلوس جنيهات وريالات نعم ومعي سلاح ومعي واحد
حط في صندوق 120 130 ألف ربية ريال سعودي فضة ولا وياها أو جنيهات نحطها في السيارة ومعي سلاح وأطلع على الخط على طول الخط لأنه عندهم عمال محطة التابلين الخط اللي هو من محل لمحل محل 10 أيام 12 يوم في الخط يومين في المشعب يجي لما عن الرواتب وهذه يبقى نطلع فاصل نكمل حديثنا إن شاء الله. أعزائي المشاهدين نطلع فاصل ونرجع لكم. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم ونواصل حديثنا مع الوالد مصطفى بن محمد بن يوسف اليوسف. يبقى بالنسبة حق ركوبكم البحر وطواشة شو الطريقة اللي يعني انت جيت بتشتري قماش من عند حد من المراكب تدورون عليهم شلون طريقة الشراء الأول شلون طريقة هل انت تتغايضونهم مغايضة ولا كاش؟ لا طال عمرك احنا نشتري بالنقد الا ان كان بينك وبينه معارفه مثلا كلها بعدين بعدين يصبر عليك اي تقول ما هو بتقول يعني بعدين بعد بتعرف سوي يقول لك خلي عندك بعدين عطني اياها يعني الاول الناس سامحين ويعرفون والاول تعرف احنا اغلب مخلوطين من هالقطار وهالعمان كلهم في الهيارات هذه نعم. يعني من البحر هذا اللي هني هذا الهيارات كلها العمان وهالقطار الهيارات يعني اللي تغوصونها تسميها فيه واجد عندك من حالول وجاي فيه الشيف وفي شو اسمه بالمسان وفي العد الشرقي والعد الغربي و كثير الهيارات البعيدة الشمالية إلا هني حالة دلمة عندك كم تأخذ وقت لتوصلون مني والله حسب الولم إذا والم كم هوى إذا هوى تأخذ لك شيء مثلا تقرب في نص يوم تقدر توصل إذا هو شمال ودبرت نص يوم توصل لكن الكلام إذا صار هوى ما فيه ومعلق وأنت معلق تأخذ وقت ما 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 تأخذ لك أيام يعني أيام هنا نعم تأخذ أيام أنا أذكر مرة وعدة نبي البحرين من هني في لانج حق محمد نور رجل اسمه عنده هني لانج وسافرت فيها أنا وخالي نبي السعودية مدري البحرين أو السعودية أو البحرين ورحنا يوم لنا بالسعودية نبي السعودية رحنا يوم رحنا فيه اختار السعودية تبون العقير تنزلون لعجيل ولا لا 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 الأخبار جينا في الطريق وإحنا رايحين اختربت الماكينة وتم خلنا 7 أيام بالشراء ما وصلنا في البحرين 7 أيام اللي وصلنا فشت جسمه لي وصلنا حوالي الحد البحرين محل يسمونه الدير شمالي الحد 7 أيام شو بالشراء يعني أخذ وقت الشراع اكيد انه يفرق عن الماكينه اي وهواء والم ما في لكن اذا في والم من الدوحه من قطر للبحرين يوم نهار ثاني تواصل نعم الوالد انت تركب مع الوالد ايش عندكم من السفن؟ عندنا جلبوت جلبوت نعم. جلبوت نعم شو اسمه الجلبوت؟ اسمه فتح الخير فتح الخير نعم. جرت عليكم اهوال في البحر صادفكم أهوال تذكر لنا شيء من القصص اللي والله أذكر الوالد أيام لشتة لأن تعرف الوقت بعد الحرب العالمية الثانية صار الوقت شوي يعني الإنسان الوالد يضطر يروح يعني يشتغل فنسافر نروح صوب دبي ونروح ونشتري نحمل فيها من هناك من دبي نشتري الأول في بنادل الكبار يجيبون هذا وقرنفل وربطات يحملون وحطب وحق وقيد سمر يجيبونه من هناك حق الغواويص يشترونه الأول كله يعني من هناك فعاد ونشتري نمر نشتري مثلا هذا العوم اليابس
نشتري نحمل في المحمل بعد نشحن. نعم. كلش يعني كل شيء للبيع نشتري. نعم. ونجيبه. فيوم واحد ينشرين حطب وهذا وحملنا الجلبوت والجلبوت شاحن. قال جاء واحد محمل جاي من هناك من صوب راس الخيمة. نعم. ولا أن فيه خشب ولا نص القيمة. وإحنا جينا شاحنين وحطين فوق السطاح مسوين له درابة وحطين تلباس مسددين المرازيم عشان الماء ما يحوش يعني ما يجي الماء مدربين على البضاعة. إيه شاحن جميل. نعم. وقال رخيص وتعرف قال وهذا رخيص بناخذه. قلت يبا هو شتاء وبحر والحين قال لا عشان الاخوار وما في شيء والله قام احنا جالسين ودر تربط الاشراف الفرمان وتجالس انا ابدا تحت وين اعلى من الجلبوت صاير الحطب فيه. المهم قلصتني لنج من خور دبي اول ما تقدر تطلع كذي اي لازم لنج يطلع اي لان الدرب ضيق ضيق ولا وتسلاطم اذا صار في موج ما تدري ناس تشيل ناس طالعين لا ما درب ما تحس ان هذا الدرب ولا هذا لان يصير البحر واحد. نعم. الموج يتلاطم ما تعرف الدرب وين. نعم. فلازم اللنج تقلصك غير الحين عقب ما خموه ونظفوه يسووه. أيه. المهم خلاص طلعنا بدنا هناك صوب جميره. أيه. بدنا الليله واحد الصبح يوم دار الغرب ونخطف ونروح مع سلوم الشمس كذي تقريبا ولا معادلين ابو ظبي جلبوا شاحن في الليل نروح قلت البلد في الليل يعني الواحد في الليل يمشي نعرف بالبحر بالبلد بالقياس يعني. بالبحر قلت البلد قال بحر 11 دوم شوي شوي تم البحر كم أربعة 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 قلت البلد بحر 11 وماشي لين جينا الحروة قلت البلد قال بحر أربعة غدرة ظلام ظلام في الليل وسب قلت البلد قال بحر أربعة ثلاث ونص يلا برزين خلوش راح فجي ونطرح ونبات واصبحنا الصبح هذا قرين العيش قريب ولا ان هذه صلاحه جزيره اسمها صلاحه ولا قريب ولا انه ما في لانها كفشت ما تقدر الا في النهار تشوف الطريق وتمشي لانه يكون معك وفجينا القصر احنا الجزيره قلنا لهم عندكم مدام والله اعطوني مدام وهذا جلسنا يوم الجزيره فيها عرب ساكنين في عرب هذا صيادين السمك يصيدون في الجزر كل الجزر مسكونه كان ساكنين فيه. عامر يعني الجزر. عامر هي الجزر هي كل من اللي يسكنون هذا يسكنون الصيادين الاسماك يصيدون يعني من البيسات ومن هذا من الشرق يعني. نعم الشرق كلهم جينا هناك يوم دار دخلنا عندهم بيتنا عندهم اصبحنا الصبح طلعنا وجينا وصلنا الصير نهار ثاني الصير صير بن اياس بن اياس جينا صير بن اياس وبيتنا فيه واصبحنا الصبح طلعنا وجينا الهوى كوس والهوى ونجيك دلمة طرح في دلمة قال والد بنروح يمكن عين حد يبون شيء من خف من جلبوت نبيعهم شيء من الأغراض اللي عندنا كل ذي حول الوالد وراح هناك كلهم قالوا ما عندنا ما نبي شيء ذاك الوقت كلهم هذول عيال حاضر ومحاضر وهذول كلهم هناك مريخات نعم نعم كلهم كانوا هناك وفي تجار بعضهم جاوا هني بعد وبعدين ما ادري راحوا ولا هني كانوا هني جاوا قالوا قلت حق الواد يلا خلنا نروح بس ما دام ما يبون شيء خلنا قالوا الواد لا طلعوا البيت وانتم تعالوا وحن ان شاء الله بكره الصبح وكانوا هناك يعني وقالوا ما في المهم ان احنا بيتنا قدامنا صب وقفنا الواد قال نقوموا في الليل نصير خطفنا واخوار او دواب ومشينا طلعت الشمس ولا الجبل دلم فوق ما راح لمحل والله وتمنا راح الهواء شوي شوي غربي 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 تروح بشراع عود يوم قريب وصلنا قريب حالة دلمة عند هني قال جالسين حطوا الغداء بنتغدى ذا تقريبا ولا شوف الهواء تغير أو مو الهواء تغير قلت لهم قوموا يلا يلا خذوا اشرب ونقطس شراء العود ونحط سردير والله ما رفعناه يمكن باعين الا الموج ثاني قبل الهواء
يا سلام. لا تخلي هنا قبلت خليت تغامر لين انهزت لي غطت لي الدقن، وان دومنت الماي كلها تنقلب هالشيء. اركض على الشراع وشقه بسكين قبل عشان يطلع الهو مني يخف السف دير ما قامت باعين فوق التعراضه ما راحت. يعني ما رفعته كامل؟ ما تقدر ترفعه هو ما 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 في. المهم يا سلام شوي شوي قال الوالد خفوا منها شوي. الشيخ ابو قلت له لا ما في امس يوم نقول لكم. ايوه الوالد يقول لكم ان الحين هوا وشتاء وغيره وغيره. قلت له لا ما في الحين اما نطبع ولا كلنا ولا ولا نسلم بضاعتنا. نعم. المهم يلا وشد شجع العيال ويلا ياخذون بيغرفون من فوق السطاح ببياب بجدور ينزفون نزف ويقتلون بحر وجلح شوي شوي بدل احنا بنفشل الفشت من كثر ما تشتب وفشت الحرف اللي هو الشمالي كلش اللي هو مال قريب الحال هاي فشت هذاك الحديد هاي الحرف. ولا الماي ثبر بعد ولا ما الدرب جد عاليين بشوي. قلت والله اللي يكون ورا قهمه على الفش تكسر العرشان ونشبه. قلت باور واحده والثاني والثالث يلا شدت من قوه الهواء. تبون بس الذرة؟ لا نطرح. طرحنا دمينا ذاك اليوم وذاك الليل لين هان الهواء شوي. هاي ثاني يوم بعد عقب ما جيت بتمشون مره ثانيه ايه. كسر الفرمن اي نعم ورجعنا مره ثانيه لسنا بعد يومين عقب عاد صلحنا فرمان وروحنا. جينا وصلنا الدوحة بضاعتكم سلمت؟ اي البضاعة سلمت ما قطينا منها شيء ولا صار فيه الحمد لله شيء كلها على لكن كلها. اهم شيء سلمتوا على نفسكم وعلى بضاعتكم. اي نعم نعم هذا من يعني الاحداث اللي مرت نعم على نعم هذه. احنا يبغى نشكرك على حسن اللقاء الطيب ايه. هذا والاستضافة واجهدناك شوي اليوم. سلمك. لا والله ما عاشت مرة الله يرحم والديك ودنا لكن شيء ما اتذكر فيه الكلمات هاي اللي قلته كافي وبيض الله وجهك لان الواحد مع كبر سنه ينسى الكلمات ينسى الاشياء هذه الحين يعني تي تبي تقول شيء تنساه بعد تسكت شوي يطرى عليك الاشياء. اعزائي المشاهدين لا يسعنا في اخر الحلقه الا ان نشكر الوالد مصطفى بن محمد بن يوسف اليوسف على هذا اللقاء الطيب وإلى لقاء آخر إن شاء الله في حلقة قادمة.